اهلا بيكم مع فيلم جديد. احداث فيلمنا النهارده دراما كوميدي ورومانسي اسمه When I Get Home My Wife Always Pretends to Be Dead، او لما برجع البيت زوجتي دايما بتتظاهر انها ميتة. كل لحظه مهمه خلي بالك. فيلمنا بيبدا مع واحد اسمه جون، شغال في شركه كبيره ومنتظم في شغله. كان متجوز قبل كده ولكن فشلت العلاقه بينهم، وفي الوقت الحالي متجوز من بنت اسمها تشي وعايشين في طوكيو. جون وزوجته عندهم قاعده ماشيين عليها ان هما الاثنين بعد كل 3 سنين يعدوا على زواجهم بيجددوا العلاقه، ولو في بينهم ملل واي طرف منهم مش حابب يكمل ينفصلوا من غير مشاكل. بيعيشوا مع بعض وبيقرب تاريخ ذكرى زواجهم، وبيشعر جون هنا بالقلق لانه خايف ان زوجته تسيبه. وفي يوم من الايام بيرجع جون من الشغل وبيضرب الجرس زي ما متعود، لكن زوجته ما بتردش. قلق جون لان دي مش عادتها. جرب يضرب الجرس تاني كذا مره لكن مفيش فايده، لا حس ولا خبر. قرر جون يفتح الباب بالمفتاح اللي معاه، وهنا بيتفاجئ ان زوجته وقع على الارض والدم خارج من بقها. بيجري عليها وبيحاول يفوقها. في اللحظة دي شريط حياته معاها والذكريات الجميلة اللي بينهم بتمشي قدام عينيه، وهو حزين عليها جدا وبيفتكر وهي بتقوله انها عاوزة تموت قبله عشان مش هتقدر تعيش من غيره. بيفوق جون بعد ما عقله سرح منه، متوتر وبيروح يطلع التليفون من الجاكيت عشان يطلب الاسعاف. مرة واحدة زوجته بتمسك رجله، اتثبت مكانه وقطع الخلف. ضحكت عليه وقالت له ايه رأيك في المقلب ده؟ قال لها مقلب يا شيخة، ده انا قطعت الخلف منك لله. بعدها بتقوم عشان تحضر له العشاء ببساطة وكأن مفيش حاجة حصلت، وهي في المطبخ بتقول له ايه رأيك في الكاتشب بذمتك مش صدقت، وبتضحك على رد فعله وشكله هو كان مفزوع. وبعدها تعشوا وقضوا وقت لطيف وناموا. جه الصبح قام جون يروح الشغل كالعادة، فبتقول له هتمشي من غير ما اخد البوسة بتاعتي؟ قال لها بهزار انه مش هيجدد الجواز بعد 3 سنين دول. راحت واخداه بالحضن وقالت له انت تقدر. بعدها بيمشي جون على الشغل، بياخد كيس الزبالة معاه ورايح عشان يحطه في الصندوق، وبالصدفة بتعدي عاملة النظافة وتشوف الكيس اللي رماه. لقيت ان في تيشيرت عليه اثار دم، ساعتها حست ان في حاجة مش مظبوطة ورا الراجل ده. بيروح جون الشغل وبيقابل زميله سانو وبيحكي له على المقلب اللي مراته عملته فيه، فبيضحك زميله قوي وبيقول له والله مراتك دي ملهاش حل، مش مراتي اللي عامله فيها مدير مدرسه. بيفتكر جون المقلب وبيقول لنفسه يمكن تكون عملت كده عشان تشوفني مخضوض عليها وتتاكد ان لسه بحبها، وخصوصا ان ذكرى جوازنا قربت. تشي هنا في البيت وهي بتحضر العشاء، وبتجيلها رساله من جوزها انه جاي في الطريق. هنا بتقول في نفسها جيت لاضاق، وبدات تحضر له المقلب الجديد. بعدها بيجي جوزها البيت وبيفتح الباب بنفسه، بيلاقيها واقعه على الارض وراسها جوه بق تمساح كبير. بيشدها جون وبينقذها وقال يعني شرب المقلب، فبتقوم تحضنه وبتقول له برافو عليك انك انقذتني من التمساح قبل ما ياكلني. وبعد ثواني قالت له يلا علشان نتعشى، وكان برضه مفيش حاجه حصلت. وبتبدا تشي انها تحضر له كل يوم مقلب شكل، وكل واحد احسن من التاني. مره تعمل له انها واحده بتصارع المرض، ومرة تعمل له جندي محاصر من الأعداء، لكن أكتر مقلب عجبه لما مثلت كأنها مضروبة بسهم في راسها وخارج من الناحية التانية، وقال لها إيه الإبداع ده كله؟ ده أنت فنانة، مع إنه كان متضايق من كتر المقالب السخيفة اللي بتعملها كل يوم، وما بقاش فاهم إيه سبب كل المقالب دي، ومش عارف يفسرها. وبيقرب ميعاد ذكرى زواجهم وهو قلقان من القرار اللي هياخده. وفي يوم وهو بيرمي كيس الزبالة كالعادة، عاملة النظافة كانت واقفة مراقبة مستنية تشوف إيه المصيبة اللي عملها المرة دي. فبتشوف سكينة غرقانة دم، ربنا يهديها وتسكت؟ لا، قامت مصرخة وقالت الحقوني الراجل ده شكله عامل عاملة، والسكينة هي ما بتكدبش. قال لها جون اسكتي يخرب بيتك هتوديني في داهية، وبيفهمها ان اللي على السكينة ده كاتشب. وصل جون الشغل وبيحكي لصاحبه سانو انه مش مرتاح من اللي مراته بتعمله فيه كل يوم. اقترح على سانو انه يبعت مراته عند اهلها يومين. وهما بيتكلموا بيحكي له جون انه ازاي قابل مراته اول مرة وازاي يتعرف عليها. فبيقول له في يوم من الايام وانا رايح احضر اجتماع شغل اتاخرت والاتوبيس فاتني، شافتني تشي وقالت لي تعالى مطعم والدي بنعمل سوشي جميل وهيعجبك. كانت بنت صغيره ودمها خفيف وروحها حلوه، وده اللي عجبني فيها. امها ماتت وهي عندها 5 سنين، وبعدها بقى والدها كل حاجه في حياتها. كان زميله سانو معجب بقصه الحب دي قوي. وفي اليوم ده رجع جون البيت لقى مراته لابسه لبس جندي من بتوع حرب طرواده، والسهام داخله فيها من كل حته. هنا افتكر لما قال لها فكرة السهم في المقلب اللي فاتت عجبته، فقررت تعمل نفس الفكرة بس بتبهره أكتر، وبدأ يعيش المقلب ويقول لها قتلوكي غدر يا حبيبتي، لكن قلش عليها لما شاف سعر اللبس اللي اختارته للمقلب. وفي اليوم التاني بيقول لزميله سانو إنه هياخدها على قد عقلها ويعيش في الدور، وهيشوف بعدها هي هتبطل مقالب ولا لأ. بيروح البيت بيلاقيها عاملة واحدة مخطوفة من مجموعة كائنات فضائية، فبيعيش الدور وبيعمل كأنه بينقذها. وهنا بقى ربنا يهديها وتبطل مقالب؟ لأ، دي بتقول له المرة الجاية المفروض تحسن من أدائك في الدور وتعمله أحسن من كده. سمع منها الكلام وكان هيجي له جلطة. وبعدها بتعمل مصاص الدماء والسكينة في صدرها ومطلوب إنه ينقذها.
وهنا بيبدأ يشتغل على دوره في المقلب وبيحسن أداؤه زي ما هي طلبت منه. وبعدها عملت جوليت والمفروض يكون هو روميو وبيحاول ينقذها من الموت، وهو شايف دوره بيمثل وكأنه فنان على المسرح. بعدها المقالب ابتدت تضايق جون وبقى يشد في شعره بسبب عمايلها، وفي اليوم اللي بعده بيروح جون الشغل مش قادر يركز بسبب عمايل مراته، وبيقول لزميله انا بقيت اخاف اروح البيت. زميله صعبت عليه حالته اللي وصل لها وقال له جات لي فكره، بص يا سيدي عشان ما تعملش فيك مقلب النهارده انا هعزمكم النهارده على العشاء في مطعم محترم، ايه رايك؟ وافق جون من غير تفكير، وبيروح جون وزوجته تشيل مطعم وبيستقبلوهم سان وزوجته يوميكو، وهم بيتكلموا فسالتها يوميكو انتوا ازاي عرفتوا بعض؟ بدات تشي تحكي، وهنا بنرجع فلاش باك من 9 سنين لما اتقابلت هي وجون في طوكيو، وبتحكي لها لما راح الكافيه اللي كانت نفسها تزوره، وهم ماشيين في شوارع طوكيو بتشوف الراجل بتاع الفريسكا وبتجري وراه، وبيجري وراها جون، ولما لحقته ما لقيتش مع الراجل غير قطعه واحده بس. الجميل هنا انها بتقسم القطعه مع جون، والاجمل انها بتدي جون القطعه الاكبر، وفي الوقت ده بيقعوا في حب بعض. وبنرجع تاني للحاضر وهم خارجين من المطعم مروحين للبيت بعد ما العزومة خلصت. جون كان رومانسي قوي في الوقت ده، وبعد ما بصوا للقمر قال لها انت احلى على فكرة. قالت الله يا جون على الكلام الحلو ده، بس بقى عشان بتكسف. وفي يوم من الايام راجع جون من شغله لاحظ اعلان وظيفة، وقال في نفسه لو وافقتني على الوظيفة مش هيكون عندها الوقت الكافي للمقالب والهزار السخيف بتاعها. خد الورقة معاه البيت عشان يوريها لها. وصل البيت وكالعادة بيفتح الباب لقاها عاملة في مقلب تاني، بس المرة دي مش أي مقلب. وقبل ما نكمل لازم ندي التحية لأجدادنا الفراعنة وحضارتنا العظيمة. اتفاجئ لما لقاها عاملة شخصية نفرتيتي داخل المقبرة، وبعد ما خد المقلب وقته راحوا بكل بساطة يتعشوا. وهما بيتعشوا بدأ جون يحكي لها عن الوظيفة الجديدة ويحفزها انها تقدم فيها، لكن هي كانت مترددة في البداية بس بعد كده وافقت. البنت هنا اول يوم شغل ليها، والراجل العجوز صاحب المغسلة مبسوط منها. روحت البيت قبل جون عشان تجهز فيه المقلب كالعادة. بيروح جون بيلاقي شخصية جديدة بتتقتل من حرامي بيحاول سرقتها. دخل الليل وبعد ما زهق جون من المقالب دي بيقول لها انا زهقت من المقالب، وخصوصا ان كل الشخصيات بتطلع فيها ميتة. في يوم تاني في الليل جون حب يبقى زوج رومانسي فبياخد ورد وراح على البيت، لكن لما بيدخل الشقة لقاها عاملة شخصية شبح خارج من قبره، وبما ان هو كان قال لها قبل كده ما تعمليش مقالب انك بتموتي فعملت انها شبح ومات بالفعل. بتبص على ايده لقيته جايب ورد، جريت عليه حضنته وقالت له شكرا وراحت عشان تجهز العشاء. في يوم الاجازة عملت مقلب تاني، خلع جون القناع من راسها وهو متضايق. في نفس يوم الأجازة كانوا عازمين صاحبه ساتو وزوجته على العشاء، وأول ما وصلوا بتلاحظ ساتو تمساح كبير في الأوضة وكانت منبهرة بيه. بيهزروا وبيعملوا مسابقة بينهم، واتفقوا أنه لو يوميكو فازت في تحدي الريست هتاخد التمساح كمكافأة، وفعلا بيلعبوا وبتفوز يوميكو وبتاخد التمساح وهي مروحة. سانو كان متضايق لأنه متجوز من 6 سنين ولحد دلوقتي مش فاهم مراته وحاسس أن مفيش توافق بينهم. اليوم اللي بعده بيروح جون البيت عشان يشوف زوجته في شخصية جديدة من المستقبل، وبدأ يتفاعل ويلعب معاها، وفي الدقايق الأولى كان بيلعب معاها وعايش الدور وبيسألها عن المستقبل، لكن بعد كده قلب وشه وبيسألها هو المفروض أعمل إيه عشان أخليكي تبطلي المقالب بتاعتك دي؟ البنت ما ردتش على الكلام، وبعدها بدأت تحسب الأيام اللي هيعيشوها مع بعض في المستقبل. رجع تاني وسألها نفس السؤال، إمتى هتبطلي المقالب دي؟ وهي مش بترد عليه. بعد كام يوم يوميكو قابلت شيف النادي وبتقول لها ان هي وساتو قرروا الانفصال، وبدأت تشكرها عشان دايما كانت بتقف جنبها. في الناحية التانية جون وساتو قاعدين على القهوة بيتكلموا في نفس الموضوع، وبيقول ساتو ان الطلاق قرار كويس ليهم، وجون قاعد يهدي فيه وفضلوا يشربوا لحد ما راحوا في داهية. عدت عليه مراته بالعربية عشان تاخده، لقيته عميان شرب، ركبته العربية ووصلوا البيت. وفي اليوم اللي بعده جالهم تليفون بيبلغهم ان والد شي مريض ودخل المستشفى، فبسرعه بيجهزوا نفسهم وبيروحوا على المستشفى. دخلوا عليه في العنايه وبتشوفوا شي لكن ما بتقدرش تمسك نفسها من العياط، وبتخرج من غرفه العنايه وبتسيب زوجها جون مع والدها. وهنا والد شي بيقول لجون انها ما عيطتش من وقت ما امها ماتت، وقال له كمان انه في يوم من الايام بعد وفاه امها كانت شي دايما بتشوفه وهو بيبص على صوره امها وبيعيط. وبعدها بدأت تستخبى في البيت، ولما ارجع من الشغل افضل ادور عليها ما لقاهاش، وبعد كده تطلع وترعبني. وبيقول له كمان ان الموضوع ده كان غريب ومزعج بالنسبة لي، لكن مع مرور الوقت عرفت انها كانت بتعمل كده عشان بتحبني وعايزة تسعدني. واكتشف ان المقالب دي خلته يتغلب على حزنه من وفاة زوجته.
جون هنا بيراجع نفسه، وبالرغم ان المقالب كانت بتضايقه لكن بيكتشف ان هما فعلا قربوا من بعض اكتر من ساعة ما بدأت مراته تعمل المقالب دي. هنا بيفهم جون قصة المقالب اللي دايما بتعملها في زوجته سببها ايه، وفهم كمان المقالب دي مش عشان قررت انها مش عايزة تعيش معاه، لكن عشان تكسر حالة الروتين والملل وتخليه دايما سعيد في بيته وحياته. بعدها خد مراته وخرجوا وقضوا وقت سعيد مع بعض. في المشهد الاخير تشي بتخلص شغلها وبترجع على البيت، بتفتح الباب بتلاقي جون واقع على الارض والدم خارج من بقه، فبتصرخ وبتجري عليه عشان تنقذه. فجأة قام صرخ في وشها وبيقول لها اشربي حاجة من اللي عملتيهم فيا. وبكده يكون خلص فيلمنا النهاردة. ما تنسوش تدعمونا باللايك والسبسكرايب عشان يوصل لكم كل الجديد من فيلم جديد. اشوفكم مع فيلم جديد.